الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، ففي الحقيقة أنا في غاية السعادة لوجودي بين هذه النخبة الطيبة من الأطباء ومن فريق التمريض ومن إخواني العاملين في الحسابات والعاملين بصفة عامة في هذا المجمع المبارك. هذا المجمع بني من أموال الفقراء وبني باللحم والدم، والناس لهم حلم كبير في هذا المجمع، فأرجو أن نكون أداة لتحقيق حلم الفقراء والمساكين والأيتام. أنا بغبط كل طبيب، الطبيب يعني هذا في مكانة عالية جدا، الله عز وجل ميزه وفضله على ملايين البشر، أكرمه بالعقل وبسعة العلم وجعله كده من فئة ما شاء الله من الطبقات العليا في المجتمع، فيجب على كل طبيب ابتداء أن يشكر الله عز وجل الذي حباه بهذه المكانة وبهذه النعمة الكبيرة الكبيرة. كيف يشكر الطبيب ربه؟ الشكر عمل، قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، فالشكر عمل. كيف يشكر الطبيب ربه؟ بالتيسير على الناس وبإتقان عمله. يشكر الطبيب ربه بالتيسير على الناس وبإتقان عمله. ديننا دين الخلق، والنبي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الطبيب لابد أن يتحلى بالإخلاص كما ذكرنا الدكتور أسامة ربنا يبارك فيه، يخلص في عمله، وإن أخلص في عمله فتح الله عليه في الدنيا والآخرة. يخلص في العمل، يبتغي بعمله وجه الله عز وجل. نعم أنا بشتغل علشان وراي التزامات كسائر الناس، لكن أنوي أن أرفع الداء والمرض والأوجاع والأسقام عن أصحاب الأمراض. والنبي قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وختم هذا الحديث الطويل فقال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيك. أنت بيجي لك المريض مستوي تعبان، عنده ألم في أذنه في أنفه في الدرس في البطن في كذا، ربنا جعلك سبب في إزالة الأوجاع والأسقام، والله العظيم ممكن ربنا يوديك الجنة بدعوة امرأة عجوز مريضة أو بدعوة أم ملتاعة لمرض ولدها، ممكن ربنا يوديك الجنة. ده ربنا غفر لامرأة بغي تعمل بالبغاء لأنها سقط كلب رحمت كلبا فأدخلها الله الجنة، فكيف الطبيب المسلم صاحب الخلق والدين اللي بينوي بهذا العمل ابتداء وجه الله عز وجل. والله أنا بغبطكم، ده أنت بتروح كل يوم لو معاك النية دي بملايين الحسنات، بملايين الحسنات. العبرة مش بطول القيام أو بكثرة الصيام، لا، العمل كلما تعدى نفعه كلما عظم أجره. قال محمد ابن المنكدر بات أخي عمر يقيم الليل وبت أغمز قدم أمي، أم ستة عجوزة عندها الروماتيزم بيحط لها حاجة، قال وما أرجو أن تكون ليلتي كليلته، وفعلا ليلته أعظم ممن قام الليل، لأن اللي قام الليل قام لنفسه، إنما الذي خدم الناس عمله تعداه إلى غيره. فأنت ربنا حطك في حتة انت لو اخلصت الفردوس الاعلى، فاغتنم الفرصة ولا تضيعها، يبقى الاخلاص. اثنين، لابد ان يكون الطبيب امين. امين على ايه؟ امين في التشخيص، ما يعرفش ما يشخص غلط، يسأل استاذه، يحيل على غيره، هذه امانة. امانة في التشخيص، امانة في وصف الدواء النافع. ما انا ممكن اوصف دواء وغيره انفع منه علشان الدواء اللي وصفته شركة الدواء بتكرمني، دي خيانة. أمانة في تشخيص الداء، أمانة في وصف الدواء النافع، أمانة على المريض، المريض بيسلمك نفسه، جسده بين يديك، سيما في الجراحة كن أمينا. أمانة على أسرار المريض، كن أمينا على أسرار المريض. أمانة في البصر، مريضة جاية تكشف يبقى أنا نظري في موطن العلة فقط لا يتعداه،
يدي إذا احتجت للمس جسد المريضة على موطن العلة فقط لا يتعداه. كل هذه أمانات يجب أن الطبيب المسلم يكون أمين، يجب أن الطبيب المسلم يكون صادق، فلا يهول ولا يهون، لا يهول المرض للمريض عشان يبقى رايح واخد السكة رايح جاي عليه، ولا يهون يقول له صادق معاه ما يوصفلوش صيدلية معينة ما تاخدش غير منها، نظير تعامل من خبراء الأسطار، أو لابد تعمل في المكان الفلاني التحليل، أو لابد تعمل في المكان الفلاني الإشاعة. احنا عندنا الحمد لله معامل محترمة وناس إشاعيين محترمين، ينفع إشاعيين دي أساتذة إشاعة محترمين، لكن في بعض الأطباء كما لا يخفى عليكم بيصر على فلان مع علمه إن غيره أرخص وأنفع وأكفأ، هذا أيضا ليس من الصدق وليس من الأمانة. الطبيب المسلم اللي يقف عند العلم الذي تعلمه في الجامعة طبيب فاشل. الطب ده علم رهيب كل يوم في تطور، إذا ما كنتش بتتابع المجلات العلمية بتقرأ بتشوف إيه آخر تطور في مجال كذا وصلنا لحد فين، يبقى حضرتك كمان 5-6 سنين ينفع تبقى طبيب للفراعنة، يبقى عفى عليك الزمن. لازم تتعلم كل يوم حاجة، لابد أن تتعلم ولا تستنكف. من أخلاق الطبيب المهمة جدا احترام الوقت، زي ما الدكتور أسامة قال احنا أكتر أمة يجب أن تحترم الوقت، ربنا حلف لنا بالزمن، قال والفجر وهذا زمن، قال والعصر وهذا زمن، قال والليل، قال والنهار، أقسم الله بالضحى زمن عشان يلفت أنظرنا لقيمة احترام الزمن. بزعل أوي 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 أما لقى المرضى قاعدين مثلا الطبيب معاده 8 وهم قاعدين للساعة 10 ما جاش، ما ينفعش، دي مش أخلاق المسلمين، ما بقولش الأطباء، المسلمون. ده احنا عندنا كل حاجة بوقت، الصلاة بوقت، الصوم بوقت، الحج بوقت، كل شيء بوقت، يجب أن نحترم الوقت. ثم أوصي الطبيب بالرفق، ببشاشة الوجه، بطلاقة القسمات. أحيانا بيجي واحد كبير يقولك الدكتور ده، إلا الدكتور ده، ده أنا بشوفه بخف لأنه بشوش، رفيق رحيم في المعاملة، لسانه طيب، كلامه جميل، بيذكرني بالله عز وجل، ده بيشفي قلبي من أدواء المعاصي وبيشفي جسدي بإذن الله عز وجل. فيجب أن الطبيب يكون بشوش رحيم رفيق، ده انتوا بيسموا حتى بتوع التمريض يعني مع اعتراضي على المسمى ملائكة الرحمة، هم بتوع الجراحة إيه بقى؟ زبانية العذاب ولا بيقطعوا؟ فأنتوا بتوع الرحمة، فالرحمة يا أخوانا بشاشة الوجه، طلاقة القسمات، قال رسول الله تبسمك في وجه أخيك صدقة. ثم أوصي نفسي وأوصي كل طبيب وأوصي كل مسلم ربنا جعله في مكانه بالتواضع، قال رسول الله من تواضع لله رفع. أنت الطبيب سيدنا وتجرسنا وفي مقام عالي قوي، بس مش أنت اللي بتخفف الناس على فكرة، وأنت بتعيا زينا وأكيد هتموت، يبقى تواضع بقى. قال رسول الله من تواضع لله رفعه. يبقى التواضع يا أخوانا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض إيه؟ هونا، يعني مشي التواضع. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. أنا مش عايز أطيل عليكم، دي مش محاضرة ولا خطبة جمعة، إنما كلام من محب والله، أنا عارف قدركم كويس وعارف مكانتكم كويس وأنتم فوق رأسي، وإحنا ربنا أكرمنا بيكم، يعني الدكتور أحمد انتقى الناس اللي شغالة معاه بعناية فائقة، فربنا أكرمنا بيكم، فإحنا عايزينكم تبقوا فوق حسن الظن، وسيكون إن شاء الله. أسأل الله أن يبارك لنا في علمكم وأن يبارك في أخلاقكم وأن يجعلكم سببا دوما لرفع الأوجاع والأسقام عن الناس، وأن يجعلكم نموذج مشرف لكل مسلم. بارك الله فيكم ولكم وعليكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.